في جولة غاب عنها القطبين ومعاهم المصري عشان ماتشاتهم الإفريقية، ما كانش فيه مانع إن احنا نلعب الجولة السادسة في بديل الجولة الخامسة، وهو ده الوقت اللي بيبتدي فيه في كل موسم مشاكل المباريات المؤجلة والفرق في عدد الماتشات بين فرق الدوري. أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. اختيار أفضل 11 في جولة ملعبش فيها الأهلي والزمالك ما كانش صعب زي ما توقعت في البداية. في حراسة المرمى عامر حارس الإنتاج اللي تصدى لأكتر من فرصة خطيرة من طلائع الجيش، وكمان تصدى لركلة الجزاء من ناصر منسي. في خط الدفاع كريم يحيى باك يمين سموحة اللي فتح شارع باسمه قدام طنطا، وخصوصا في 45 دقيقة الأولى. مصطفى الزناري المدافع الواعد في فريق حرس الحدود واللي كانت مهمته صعبة في مراقبة صلاح أمين مهاجم المقصة، ورغم كده قطع عنه مية ونور طول 90 دقيقة. محمود رزق المدافع الهداف اللي سجل الجول الأول للاتحاد في الإسماعيلي، ولو كمل بالمعدل التهديفي ده ممكن جدا نلاقيه بينافس على صدارة هداف الدوري في نهاية الموسم، مع زميله السيد سالم اللي فتح شارع برضه باسمه ناحية الشمال وقدر يوازن ما بين دور الهجومي وإنه ما يسيبش مساحات وراه في خط الدفاع. في خط الوسط معروف يوسف لاعب وسط المقاولين اللي قدم مباراة بمزاج عالي فكرتنا بمعروف يوسف بتاع الزمالك وصنع الجول الثاني لفريقه. نانا أنتوي اللي استخدمه مدربه طارق العشري في توقيت مثالي جدا في الشوط الثاني ضد مصر المقصة عشان يساعد حرس الحدود مش إنه بس يصنع الجول التاني، لا كمان قدر يمسك كورة في وسط الضغط العالي اللي كان بيمارسه مصر المقصة. معاه مصطفى سلطان اللي سجل جول قاتل وزنه مندهب لنادي مصر علشان يحقق الفوز الأول في تاريخ الفريق في الدوري الممتاز، وقبل الجول صنع أكتر من فرصة لفريقه ضد وادي دجلة. خط الهجوم الجولة دي سجل عدد كبير جدا من الأهداف، أوميد أوكري قائد رومنتادا أسوان ضد بيراميدز واللي سجل جولين حقق بيهم نقطة غالية جدا ضد خصم كبير وليه وزنه. محمد سالم مهاجم المقاولين العرب اللي بيعرف يوقف كويس جدا جوه منطقة الجزاء، ووقفته دي ساعدته انه يسجل هو كمان جولين علشان يفوز المقاولين العرب على الجونة. حسام حسن اللي من الواضح انه هو ما خدش اسم مدربه بس، لا كمان خد لمساته وخد خطورته جوه منطقة الجزاء علشان يسجل جولين لسموحة في طنطا. أفضل فريق في الجولة كان الاتحاد السكندري بعد منافسة مع المقاولين العرب. سيد البلد بيعيش فترة استثنائية الموسم ده، وبيقدر إن هو يحقق انتصاره الثالث في الدوري بعد أيام من تأهله في البطولة العربية، ودلوقتي الاتحاد أحد أضلاع المربع الذهبي في الدوري، وده بيخلي جمهور سيد البلد يطمع إنه يحقق مركز متقدم الموسم ده. نجم الجولة محمد سالم، رغم إن في لعيبة غيره سجلوا جولين إلا إن إحنا اخترنا محمد سالم اللي بيعيد اكتشاف نفسه. محمد سالم البديل المثالي للمقاولين العرب اللي دلوقتي متصدر الدوري وأحرز 4 أهداف الموسم ده بينافس بيهم على صدارة هداف المسابقة. أجمل هدف في الجولة جول أحمد شرويدة الحرس الحدود في مصر المقصة، جملة ولا أروع من بدايتها لحد آخرها، وعمل جماعي رائع من حرس الحدود وسرعة عالية من نانا أنتوي اللي لعب الكورة على رجل أحمد شرويدة اللي ما كانش قدامه غير إن هو يترجم الشكل الجماعي بالجول ده في الشبكة. مدرب الجولة طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري. قبل بداية الموسم وسائل الإعلام كانت بتسأل طلعت يوسف عن ترشيحه ضمن المدربين لقيادة منتخب مصر، إلا إن طلعت يوسف كان دايماً بيجيب إن هو مركز مع الاتحاد. تركيزه ده شفناه بأداء استثنائي للاتحاد في بطولة الدوري وفي البطولة العربية، ودلوقتي الاتحاد لازم يتمسك بمدربه اللي رغم المشاركة في بطولتين وضيق الوقت ما بين الماتشات إلا إنه قادر يحافظ على ثبات التشكيل والكيمياء ما بين اللاعبين ويحقق الانتصار على الإسماعيلي بأداء ولا أروع. مفاجأة الجولة 3 مدربين من صربيا في الدوري المصري ممكن ما يكملوش معانا للجولة الجاية. أولهم ميتشو مدرب الزمالك اللي اقترب رحيله زيادة بعد الخسارة من مازيمبي في دوري الأبطال بعد أيام من الخسارة من إنبي في الدوري المصري، ونيبوشا مدرب الجونة اللي جمع لحد دلوقتي 4 نقط وخسر من المقاولين العرب. معاهم يزيتش مدرب الإسماعيلي اللي هو كمان خسر من الاتحاد 3-0. كل ده بيأكد لنا إن أكيد صربيا ما جابتش ذئاب.